السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ سارة يوسف. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم وصفة جديدة اللي هي وجبة خفيفة وسريعة واقتصادية تصلح الغداء تصلح العشاء، واللي هي الفريتاتا الإيطالية، وهي على طريقة الزوج ديالي. يلا باش نبداو يوسف. المهم كنديرو واحد شوية ديال الزيت هكا كنديرو الزيت في المقلاة، وكنديرو البصلة تشحر. البصلة كنضربو قطعناها على حسب الذوق، يقدر يكون جنيحات، يقدر تكون مسلطة، يقدر تكون دواور، على حسب. كنخليو البصلة تشحر في الزيت، هاكا طيحة شوية بيان سيغ. نقدرو نزيدو ليها شوية ديال الملحة باش طيح لينا بزاف. نشوف هاهي هي الملحة، غير نحس البصلة ماشي شرط طيح 100%، حيت بان ليا واحد شوية شدتها طيب. ونتبع البطاطا. البطاطا بطبيعة الحال اللي حكيناها في حكا كان بيضة وعصرناها، إلا فيها الما نحيدو منها الما. ايوا من بعد ما دازت واحد تقريبا واحد 3 دقائق على البصلة كتحمر، ملي كيبان لنا هكا بدات كتبدا تولي قهوية شي شوية، واخا ما طايحاش 100%، كنزيدو ليها البطاطا اللي كنا حكيناها في الحكاكة غليظة، كنلوحوها هكدا، كنحاولو نفرقوها شي شوية هكدا على المقلاة. صافي كنخليوها طيب حتى كتبدا طيح حتى هي هي راه كطيب بزاف، دابا خاصكم تحكوكها رقيقة. كنا في الأول كنتعذبو وكنبقاو نشدو بطاطا وتنقطعوها مربعات صغار وتنقليوها ونشدوها نشفوها من الزيت، عاد نشدو هاد المقلاة ونديرو عاوتاني البطاطا اللي قليناها، عاد ديرها عاد دير فوق منها البيض. كانت صراحة متعبة. دابا ما كاين لا قليله والو، كتختار الزيت كتختار بزاف اشياء، كدير البطاطا والبصله هكا كيطيبو مزيان، كيطيبو في المقله. ونوريكم الطريقه باش تجيكم هاد الفريتاتا طورتايا، شي حاجه رائعه جدا. هانتوما كتشوفو من بعد ما كبدا طيب شويه كبدا الكميات تضاءل، كبدا يطلع عليها داك اللون الذهبي، وكنبداو نحركوها هكا ونديرها طيب. المهم مكياخدش هادشي كتر من 5 ديال الدقايق تقريبا. بغي يزيد التومة بيان سيغ يقدر يزيدها، بغي يزيد الحار يزيد الحار، اللي بغي يزيد شوية ديال الفلفلة حارة يقطعها صغيرة يزيدها، على حساب الأذواق. أنا غنزيد شوية ديال الكفتة على هاد الفريتاتا. طبعا يعني الحال في ايامات العاديه تقدروا ما ديروش الكفته، يعني هذه الكفته تتبقى غير اختياريه وغير اضافه، يعني غير داك البصله والبطاطا ومازال غنزيدو البيض كافيه، وكتجي بنينه 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 بزاف. يعني هنا تقدروا تزيدوا غير كاشير، تقدروا تزيدوا الفرماج فيمي الفرم، لا لا دان فيمي لا دان فيمي فرماج فيمي. صافي حنا درنا الكفته وغنغطيوها باش الكفته طيب واحد شي شويه، ونطوندو نزيدو البيض. وتكون النار تكون النار مهيله ملي نديرو الكفته، نقصو العافيه ونسدو عليها. كنكونو درنا البيض على حسب الاختيار الزلافه. انا درت 5 البيضات، تقدر دير 2 تقدر دير 3 تقدر دير 8، شويه البزار شويه الملحه شويه الربيع، وكنطربوه وكنسكبو البيض على الفريتاتا ديالنا، كنسكبو بالتوازن بيان سيغ في الجناب. نوع الكفته من هنا وهنا هانا، وكنخليو طبيعة الحال عاوتاني يطيب مدة ديال واحد على حسب الاستواء د البيض. كاين اللي كيبغي البيض يكون مستوي 100%، كاين اللي كيبغي يكون شوية جاري، على حسب الاختيار. نتوما كتلاحظوا نسبة
البيض فين وصل الفطا وكتحيدوه غنعاود نغطيه عاوتاني واحد شويه وشارجاليت. ها هي من بعد ما طابت يلا يوسف تعليقك. وهي من بعد ما طابت بيان سور البيض ها هو بدا كيجمد، انا ما كيعجبنيش جامد 100%. قدموا لكم بالصحه والراحه. بغيتي تزيدوا شويه ديال الفرماج، كاين اللي كيبغي يزيد فرماج من الفوق واش تجي داكشي معلك بحال البيتزا بهذاك الشيء كيبقى اختياري. الوغ ها هي كيفاش جات، كننصحكم بها وجربوها الاطفال ديالكم غادي يحماقوا عليها. هي راه تصلح للغدا وتصلح حتى للعشاء كعشاء خفيف. تركيين نقدر نقول لك تركيين كيفطروا بها هذه، يقدر يفطر بها تركي كيفطر بالصوصيط راه يفطر بالكفته. شهية طيبه والى فيديو قادم ان شاء الله. كنقول ليوسف الله يعطيك الصحه، وهكذا كتجي الفريطاطا ديالنا. نتمنىكم تجربوها ونتمنىكم ديروا جيم الفيديو اللي عجبكم وديروا اشتراك للقناه الى عجبتكم. وشكرا لكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.